ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين في ظل التصعيد الممنهج للاحتلال في غزة بالتزامن مع خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب في غزة التي أعلنها، وأيضا نناقش حديثا عن حكومة فلسطينية في غزة. ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي، وعبر سكايب من الضفة الغربية عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد. مرحبا بكما ضيفي في بانوراما الرافدين. أبدأ معكم دكتور محمود، يعني مكتب رئيس حكومة الاحتلال أعلن عن خطة للجيش وذلك من أجل إجلاء الفلسطينيين من رفح حتى في حال التوصل لاتفاق هدنة مع المقاومة. في هذا الإطار دكتور، إذا ما فائدة محادثات باريس في ظل هذا الإعلان وأيضا عن هذه الخطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يا أخي، واضح لكل متابع يتابع أحداث غزة أن نتنياهو لا يقيم وزنا لأي منظمة دولية ولا لأي رقابة دولية. لم يتغير سلوك حكومة نتنياهو قبل محكمة العدل الدولية ولا بعد محكمة العدل الدولية، وبالتالي لا مفاوضات باريس ولا غير مفاوضات باريس تؤثر في العقلية الصهيونية الاحتلالية التي رأينا الإجرام فيها في أبشع صورها. وواضح أن نتنياهو يعتبر أن استمراره في هذه الحرب فيها بطاقة إنقاذ سياسي له، ومهما كان ذلك على حساب الدم الفلسطيني وعلى حساب ارتكاب جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية. حتى أننا شهدنا اليوم قيام جندي أمريكي بالاعتراض على هذه الإبادة الجماعية بطريقته الخاصة طبعا، سواء كنا نوافقه أو نخالفه في ذلك. أستاذ عبد المجيد، لو قلبنا صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية، فإن الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى الدوحة هذا اليوم سيبحث عدة نقاط، من أبرزها انسحاب جيش الاحتلال من غزة، وقف إطلاق النار، عودة محدودة للفلسطينيين من جنوبي القطاع إلى شماله. كيف يمكن أن نفهم نقاط تفاوض الوفد الإسرائيلي مع ما صرح به نتنياهو؟ التحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين، والرحمة لأرواح شهدائنا الأبطال، والتحية للمقاومة التي الآن تسطر أروع ملاحم التحدي والصمود أمام غطرسة هذا العدو الصهيوني. يعني أخي الكريم، ما يقوم به هذا الوفد الصهيوني الذي يذهب كل فترة وأخرى إلى دولة أو إلى منطقة معينة من أجل أن يفاوض مع المقاومة الفلسطينية، بين الوسيط والمقاومة الفلسطينية وهذه الحكومة التي ترسل هذا الوفد، هو غير جاد بوجود أي حل على الأرض، بل هي فقط من أجل المماطلة ومن أجل كسب الوقت لوجود هذا نتنياهو على ليبقى على رأس هذه الحكومة، وليكون على يعني على أكبر وقت يكتسبه من أجل أن يبقى على رأس هذه الحكومة ويطيل أمد الحرب. طالما كان هناك حرب في قطاع غزة ومجازر ودماء لأطفال قطاع غزة، سيبقى هذا نتن على رأس هذه الحكومة، في يعلم جيدا في اللحظة الأولى بأنه انتهت هذه المعركة بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الصهيوني، سيذهب هذا نتن هذه الحكومة الصهيونية التي جرت الشعب جرت الصهاينة إلى الويلات وجلبت لهم الويلات والقتل والدمار والخسارة في كل شيء. نعم. هذه الحكومة اليوم تحاول أن تمد في قدر الإمكان من هذه المعركة على المفاوضات من أجل أن تكسب وقت. والجميع رأى جرى هناك أكثر من مرة مفاوضات بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، ومكان يفشل هذه المفاوضات وهذه الخطط الموجودة والمرسومة من المقاومة الفلسطينية، كالجانب الصهيوني كان
عندما يكون هناك اتفاق ويصل الجميع إلى نقط معينة لإنهاء هذه المعركة وأيضا للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، يخرج هذا الوفد الصهيوني ويقوم بنقض هذه الاتفاقيات كما تعلمنا دائما أخي الكريم. فهذا الاحتلال لا يأمن جانبه، دائما هو ناقض للعهود وناقض للاتفاقيات. هل هناك من يفاوض الاحتلال؟ نعم. من اعتذر، هناك من يفاوض الاحتلال من أعوام طويلة، إن كان من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، يعني الذين هم خارج صف المقاومة. ماذا جلب لهم الاحتلال غير الويلات وغير الاحتلال لفلسطين وزيادة الاستيطان وزيادة بناء وحدات استيطانية على حواجز الاحتلال والإعدامات التي كنا نراها يوميا على حواجز الاحتلال. فهذا العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة واحدة وهي لغة القوة ولغة الكفاح المسلح الذي الآن نراه في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية التي تكسر أنف هذا العدو الصهيوني والتي فرضت معادلة جديدة وفرضت معادلة الرعب لهذا الكيان الصهيوني. طيب. هذا الكيان الصهيوني اليوم يعلق فشله على دماء الأطفال والشيوخ والنساء والآمنين في قطاع غزة، لأنه يعلم جيدا بأنه غير قادر على إنهاء جدوة المقاومة في قطاع غزة. والجميع يرى وجود المقاومة على الأرض وقوة المقاومة وهي صاحبة الزمام حتى هذه اللحظة، من 5 شهور ومن 7 أكتوبر عندما بدأت هذه المعركة وحتى هذه اللحظة المقاومة الفلسطينية هي صاحبة الزمام على الأرض وهي التي توجه الضربات الموجعة لهذا العدو الصهيوني. نعم أستاذ عبد المجيد. وسيرضى كل ما فرضته المقاومة الفلسطينية من شروط ومن طروحات من أجل أن ترفع الحصار عن قطاع غزة، من أجل أن غزة منذ 17 عاما قبل بداية معركة طوفان الأقصى وهي تواجه الحصار المخانق على غزة، واليوم هذه المعركة جاءت من أجل أن ترفع هذا الحصار والظلم عن قطاع غزة، وأيضا من أجل أن تخرج الأسرى الفلسطينيين الذين هناك من أمضى منهم داخل المعتقلات الصهيونية أكثر من 40 عاما. والجميع يرى ويتفرج من هؤلاء الذين اليوم سارعوا ليدعموا الكيان الصهيوني. نعم. وأيضا الجميع يرى المسجد الأقصى كيف كان يدنس ويهان الفلسطينيين والنساء في المسجد الأقصى كيف قبل بداية هذه المعركة، وجاءت هذه المعركة رغم من أجل أن توقف وتلجم هذا الاحتلال. طيب أستاذ عبد المجيد، الإجرام الذي يمارسه ضد الشعب الفلسطيني. دكتور محمود، قيادي في حركة حماس صرح بأن أجواء التفاؤل بقرب التوصل إلى صفقة أو اتفاق بشأن التبادل هي بعيدة عن الحقيقة ولا تعبر عن الحقيقة. ما النقاط التي وضعتها المقاومة للتحرك باتجاه التفاوض على أقل تقدير؟ الحقيقة أخي الكريم، يعني معركة التفاوض كونها ليست مباشرة، يعني ما في مفاوضات مباشرة مع الاحتلال كما كان سابقا مع بعض الفصائل الفلسطينية التي أدت بتلك المفاوضات المباشرة إلى النكبة الفلسطينية الثانية اتفاقية أوسلو والسلطة الفلسطينية العميلة لهذا الاحتلال. لكن وجود هذه المفاوضات الآن قطعا له سقف عند المقاومة، لن تتجاوز المقاومة السقف التي وضعته وأعلنت ذلك ب3 شروط. الشرط الأول وهو إيقاف المعركة هذه تماما وسحب قوات الاحتلال خارج نطاق قطاع غزة قبل 7 أكتوبر، والشرط الثاني كان الإفراج عن كامل المعتقلين، وثلاثة إيقاف اقتحامات واستباحة المسجد الأقصى المبارك والعمل على إعادة إعمار قطاع غزة بشكل يليق بأهل قطاع غزة. هذه الشروط رفضها نتنياهو جملة وتفصيلة لأنه غير معني أصلا بإيقاف هذه المعركة، لأنه هو أصلا مطلوب للسجن في اليوم الأول الذي ستقف فيه هذه المعركة. سيتم تحويل نتنياهو إلى المحكمة لقضايا فساد أدين بها من قبل، ويتم تأجيل جلسات المحكمة لوجود المعركة وأن الدولة ما تسمى بدولة إسرائيل في وقت طوارئ، ومن مصلحته السياسية هو أن يطيل فترة الطوارئ ويعود بإنجاز كبير على الدولة، لعله يعني يحصل على إعفاء أو عفو من هذه المحكمة، علما أنه مستقبله السياسي مرهون بهذه المعركة بشكل أو بآخر. يعني نتنياهو لن يعود لا نائب في الكنيست ولا رئيسا للوزراء بعد هذه المعركة قولا واحدا، هذا يجمع عليه كل خبراء الشأن الإسرائيلي.
الآن المقاومة وضعت هذه الشروط، وأيضا الحاضنة الشعبية في داخل قطاع غزة تشد من أزر المقاومة، وحتى بعد خمس أشهر و 140 يوم من المجاعة وكل الفيديوهات التي شاهدها القريب والبعيد، لم نشاهد غزي واحد يطالب المقاومة بالاستسلام أو بالخضوع والخنوع والركوع لشروط المقاومة لشروط الاحتلال، بل جميع أهلنا في داخل قطاع غزة، هذه الحاضنة الشعبية الرائعة التي هي أصلا حقيقة الأبطال في غزة كثير، الحاضنة الشعبية، المستشفيات، الأطباء، الإعلاميين أيضا من أبطال هذه المعركة، الجميع يطالب المقاومة بالصمود والبقاء والثبات على شروطها لتحقق أكبر قدر ممكن من المكاسب لأهلنا في قطاع غزة، وليس أقل من رفع الحصار وتبييض السجون بشكل كامل إن شاء الله. أستاذ عبد المجيد، فيما يتعلق بسياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال، الأونروا أعلنت أن آخر مرة تمكنت من إيصال المساعدات إلى شمالي قطاع غزة كانت قبل شهر، هل سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال يمكن أن تحقق له الهدف فيما يتعلق بإبعاد النازحين عن رفح؟ يعني نعم أخي الكريم، وأنا أؤكد لك بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة هو صعب وصعب جدا. والاحتلال، هذا الاحتلال النازي الصهيوني، يعني يحاول الضغط على شعبنا الفلسطيني وعلى هذه الحاضنة، حاضنة الشعب الفلسطيني التي تحتضن المقاومة الفلسطينية وتدعم المقاومة الفلسطينية بأنفسهم، يحاول الضغط عليها عن طريق سياسة التجويع من أجل أن يحاول هذا الشاب الفلسطيني وهذا المواطن الفلسطيني الذي يهتف دائما للمقاومة الفلسطينية أن يغير رأيه، ومن أجل أن يقوم بالهتاف العكس، ومن أجل أن يوقف من الدعم وأن يقلل من الحاضنة للمقاومة الفلسطينية. ولكن هي رسالة الفلسطينيين الذين جميعنا رأيناهم هم يخرجون من تحت الأنقاض، الذين خرج هناك من بقي يوم ويومين تحت الأنقاض وبحكمة رب العالمين خرج حيا، والكلمة الأولى التي نطق بها قال فداء للمقاومة وللمقاومين الفلسطينيين. فلن ينال هذا الاحتلال الصهيوني من عزيمة الفلسطينيين، وسيبقوا صامدين الأم الفلسطينية والشاب الفلسطيني والأب الفلسطيني الذي قدم فلذة كبده شهيدا أمام وهو يحمل البندقية ويدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية أجمع، سيصبر على الجوع من أجل أن يحرر فلسطين، كل فلسطين، لأن الفلسطينيين أخي الكريم يعوا جيدا بأننا أصحاب هذه الأرض، وبأن هذا الاحتلال الصهيوني لا وجود له على هذه الأرض، وبأن القدس والمسجد الأقصى هي للعرب وللمسلمين وللفلسطينيين، لا وجود لهذا الاحتلال الصهيوني على هذه الأرض، وسيبقى الفلسطينيين صامدين رغم أن هذا العدو الصهيوني، رغم كل الضغط الذي يشكل على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، إلا أننا نرى الفلسطينيين صامدين ويحاولون أن يجمعوا قوت يومهم وطعامهم بالقليل القليل القليل. رأينا الذين السور والجميع يخرج ويتحدث بأنهم اليوم يعني يطحنون ويأكلون علف أعزكم الله الحيوانات، وهذا يعني بأننا وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً. في قطاع غزة من أجل إركاع الشعب الفلسطيني لمطالب الاحتلال الصهيوني والضغط على المقاومة الفلسطينية عن طريق هذه الحاضنة، ولكن عن كل هذه المؤامرة ستبوء بإذن الله بالفشل بصمود شعبنا الفلسطيني وبصمود المقاومة الفلسطينية. دكتور محمود، الخطة الأمريكية لليوم التالي للحرب في غزة تضمنت تأهيل السلطة وبالتالي تشكيل أيضا حكومة تدير قطاع غزة، هل تعتقد أن هناك إمكانية تجاوز المقاومة في ترتيبات ما بعد الحرب؟ لا طبعا أخي، أنا أعتقد أن السلطة الفلسطينية التي نحن نعدها أول المتخاذلين، إذا أردنا أن نصنف المتخاذلين نضع الأمة العربية في المرتبة الثانية ونضع في المرتبة الأولى السلطة الفلسطينية، وأهلنا في الداخل الفلسطيني هم في المرتبة الأولى في التخاذل لأجل أن ينصروا أهلنا في قطاع غزة، ولذلك هذه السلطة الفلسطينية لن يكون لها مكان في قطاع غزة بعد نهاية هذه المعركة،
سواء دخلت بالدبابة الأمريكية أو دخلت بالدبابة الإسرائيلية، وهي الآن تحكم الضفة الغربية بالدبابة الإسرائيلية. السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية الفلسطينية الآن هي عبارة عن جهاز أمني صهيوني إسرائيلي، وإلا ما معنى أن يكون لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية 70,000 قطعة سلاح في الضفة الغربية لم تخرج زكاتها رصاصاً في صدور الصهاينة الذين قتلوا أبنائنا وجوعوا أهلنا، واثنين مليون فلسطيني الآن نازح في قطاع غزة، أكثر من 100,000 ما بين شهيد وجريح، والحصار عربي أكثر منه حصار إسرائيلي. هذا الحصار مصري بامتياز، أكثر من 2200 شاحنة موجودة في معبر رفح. النظام المصري يرفض إدخال أي شاحنة إلا إذا سمح لها الاحتلال، كأن الاحتلال أصبح هو صاحب المعابر وهو صاحب الرأي الأول والأخير فيما يتم إدخاله إلى أهلنا في قطاع غزة، وأصبح سقف الأمة العربية والإسلامية هو المسموح من الاحتلال وليس المقدور عليه. التخاذل كبير جدا، والسلطة الفلسطينية لأنها تخاذلت، أنا أظن أن أهلنا في قطاع غزة لن يقبلوا إطلاقا أن يكون للسلطة أي مكان في حكم قطاع غزة بعد نهاية هذه المعركة، والله تعالى. أستاذ عبد المجيد، يعني استقالة محمد شتية توقيت غريب، أيضا يثير الكثير من علامات التعجب. هل تقديم محمد شتية استقالته لمحمود عباس ربما، وأقول ربما، هو تمهيد لتنفيذ الخطة الأمريكية التي تتحدث عن اليوم التالي للحرب في غزة؟ من اللحظة الأولى لبداية هذه المعركة وهناك ضغوطات كبيرة على الضفة الغربية من أجل أن تنهي جذوة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، والجميع رأى قبل بداية هذه المعركة بعامين كيف كان الاحتلال الصهيوني وأعوان الاحتلال الصهيوني الذي تتحدث عنهم أنت، كيف كانوا يعتقلون المقاومين الفلسطينيين ويزجوا بهم أيضا داخل المعتقلات، وأيضا من أجل أن تنهى هذه الجذوة. واليوم لا نستغرب عن يكون هناك يد كبيرة للشيطان الأكبر أمريكيا من أجل أن تتبث سمومها من جديد وتبث الفتن بين الضعفاء الأنفس الذين هم يخدمون الكيان الصهيوني من أجل أن يتآمروا على المقاومة الفلسطينية. يعني هناك رسالة واضحة اليوم، هناك من كان قبل هؤلاء الذين هم موجودين على رأس هذه الحكومة يعني، وخدموا الاحتلال الصهيوني وقدموا المساعدات للاحتلال الصهيوني وتنازلوا، يعني وصلت تنازلاتهم حتى أن وصلوا إلى المسجد الأقصى. وعندما انتهى الاحتلال الصهيوني من هؤلاء، فهو الذي قتل هؤلاء وبحث عن أناس آخرين من أجل أن يقدموا التنازلات والتنازلات. فنحن نقول كل من يتعامل ولكل من يخدم الاحتلال الصهيوني، إن كان من الفلسطينيين أو من خارج الفلسطينيين، فهذا الاحتلال الصهيوني لا يوجد له أي صديق، مصلحته فوق كل شيء، وهو يعتبر الفلسطينيين والعرب والمسلمين وكل أحرار العالم أعداء له، حتى لو خدموه فهم أعداء له. فاليوم أخي الكريم، من جاء عندما نحن نتحدث عننا كفلسطينيين، عندما نريد أن ننتخب إن كان رئيس لفلسطين أو رئيس لحزب فلسطيني مقاوم، نحتكم إلى الشارع الفلسطيني. واليوم لسان حال الشارع الفلسطيني يتكلم بكلمة واحدة، جميعنا موحدون خلف المقاومة الفلسطينية في كل فلسطين، إن كان في قطاع غزة أو في الضفة أو في القدس أو في الأراضينا المحتلة عام 48. فجميع الشعب الفلسطيني اليوم موحد خلف المقاومة الفلسطينية، ولن يخضع إلى كل هذه الإملاءات التي تحاول أمريكا اليوم بث سمومها من جديد في الضفة الغربية من أجل أن تصنع الفتنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية. بعد أن صنعت المقاومة الفلسطينية اليوم وأعادت هذه العملية، عملية طوفان الأقصى، القضية الفلسطينية إلى الواجهة، طيب، وردعت هذا الاحتلال الصهيوني. طيب دكتور محمود، هناك تصريحات لمسؤولين أوروبيين في الفترة الأخيرة، طبعا على رأسهم كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، حيث أكد بوريل أن تجاوز المقاومة في أي حال سياسي سينتهي به
بهذا المشروع إلى الفشل، هل تعتقد أن الحل المتوفر الآن هو دمج المقاومة بمنظمة التحرير الفلسطينية؟ هل هذا وارد؟ يعني لعل هذا الأمر وارد على الطاولة الأمريكية، الطاولة الأمريكية التي سبق أن خططت عبر دايتون إلى تغيير العقيدة القتالية لمناضلي حركة المقاومة أو حركة التحرير الفلسطيني فتح، وأنشأت منهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، واستطاعت أن تحول المناضلين والفدائيين السابقين إلى أجهزة أمنية ينصب جهدها في منع حدوث أي مقاومة في الضفة الغربية، ولتحقيق المقولة المشهورة للرئيس الفلسطيني المنتهي الصلاحية والفعالية منذ أكثر من 14 سنة، يقول طالما أنا في هذا المكتب لن يكون هنالك انتفاضة ثالثة، ولماذا لا يقول طالما أنا في هذا المكتب لن يظلم الفلسطينيين ولن يتم اعتقال تعسف الفلسطينيين ولن يقتل فلسطيني في أي مخيم فلسطيني. أنا أظن أن كل ما يخطط له الأمريكان الآن هو قائم على الحلم الأمريكي أنه يستطيع أن يغير العقيدة القتالية لدى المقاومة وتحويلها إلى أجهزة أمنية تتلقى الرواتب عبر المقاصة من دولة الاحتلال كما تفعل الأجهزة الأمنية الفلسطينية الآن، وهذا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة وتاريخ المقاومة الفلسطينية التي لم تركع يوما ولم يعني لم تبع سلاحا وليست مستعدة لمقايضة السلاح، لا بالأمان ولا بالسلاح ولا بالمعاهدات ولا بالطعام ولا بالشراب إن شاء الله. عبر سكاب من إسطنبول أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي، وعبر سكاب من الضفة الغربية عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد، شكرا جزيلا.